برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، ولسه مستمرين في أجواءنا الاحتفالية النهاردة بعيد القيامة المجيد، ومعانا عبر الهاتف للتهنئة معالي الوزير دكتور عمرو طلعت وزير اتصالات وتكنولوجيا المعلومات. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة، وكل إخواننا المسيحيين بصحة وخير، ودايما إن شاء الله الأعياد تنعاد على مصر كلها بالخير والسعادة بإذن الله. يا رب يا دكتور. يعني كمان كل سنة وحضرتك طيب بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأيضا إحنا على أعتاب يعني عيد الفطر المبارك، كل سنة وحضرتك طيب والشعب المصري بخير وبسلام، وحابين حضرتك توجه رسالة للشعب المصري بأكمله مسيحيين ومسلمين في هذه الأجواء الاحتفالية. يعني طبعا ابدا بتهنئه زي ما حضرتك تفضلتي الشعب المصري الكريم يعني بمسلميه ومسيحيه بعيد الفطر المبارك وشهر رمضان الكريم، وهما يحتضنان عيد القيامه المجيد والاعياد المسيحيه المباركه. يعني دوما ان شاء الله نحتفل معا كمصريين باعيادنا الجميلة التي نعتز بها ونفرح بقدومها، وتكون دوما فرصة لتبادل كل مشاعر الود والإخاء والتوائم بيننا. إن شاء الله مصر تظل قوية مقدمة على مستقبل وضاء بفضل جهود شعبها بإذن الله، وبفضل كل العمل الجاد الذي يبذل فيها من قبل كل أطياف الشعب. يا رب يا دكتور. أخيرا يا دكتور، يعني رسالة طمأنينة من حضرتك خاصة بقطاع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يعني الحقيقة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق يعني العديد من المشروعات الضخمة، ونما نمو مضطرد. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أكثر قطاعات الدولة نموا خلال الأعوام الثلاثة الماضية. مستمرون إن شاء الله في الفترة القادمة في دعم يعني كافة مشاريع التوسع في خدمات الاتصالات، في تقوية شبكة المحمول، في توسيع شبكة الانترنت الثابت وزيادة السرعة. الحمد لله مصر تتربع على عرش سرعة الانترنت الثابت في قارة افريقيا. سنستمر ان شاء الله في المحافظة على هذه القمة وندعم اكثر واكثر من قدرتها بإذن الله. شكرا لحضرتك يا دكتور، بشكر حضرتك كمان على المعايدة والمدخلة. شكرا لحضرتك معالي الوزير دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.